الفن الفلسطيني والزجل الفلسطيني هي من الموروث التراثي والحضاري والثقافي في فلسطين. اليوم رح نحكي مع الفنان الفلسطيني السيد موسى حافظ. أهلا وسهلا فيك وسعد صباحك، شرفنا. أنا محظوظة أنه عم بستضيفك للمرة الثالثة يعني ببرنامج هوانا الوطن، فمنور يعني الشاشة على طول. مثل الشعب بيقول وجه تعرفه أحسن من وجه ما تعرفه. يعني ماشي عشان هيك بس. عشان كمان أنت إنسانة طيبة. الله يسعدك يا رب. الله يخليك. يعني على طول هيك منتغزل ومنتغنى بالوطن وبفلسطين. صحيح. مع حضرتك. صحيح. وأكيد رح نسمع موال، يعني بنفعش يجي عندنا الفنان الكبير موسى الحافظ فنان التراث والزجل الفلسطيني وما نسمع منه موال، ولكن بدنا نحكي شوي عن هذا التراث الشعبي الفلسطيني وقدي أنت متمسك فيه من سنوات طويلة وتعبت فيه، وأيضا علمت أجيال، علمت أولادك. شو بيمثل لك إن أنت حدا زجال وطني فلسطيني وبتتحمل مسؤولية الفن الفلسطيني والحفاظ عليه؟ أول شيء أنا صار لي 45 سنة في هذا الفن. فن الشعب الفلسطيني في التراث، ولا تخلو منطقة من رفح حتى الناقورة. نعم. إلا وغنيت فيها وكنت موجود فيها وشاركت أهلها، وعندي علم ودراية في تراث كل بلد في فلسطين شو بدها. نعم. شو بحاجة تراثها. طبعا في تراث عام وفي تراث اختصاص عن فلسطين. بالخمسة وأربعين سنة وضعنا تراثنا على الطريق اللي من عبده من أجل الأجيال القادمة تحافظ على التراث. أنا بعتبر التراث مش بس هوية، كمان منهاج حياة. لأنه يحدد السلوك، يحدد التعامل، يحدد كل شيء موجود في التراث. والشعب الفلسطيني شعب مميز بأنه شعب تراثي ميداني، بمعنى أن الشعب الفلسطيني كله شعب تراثي يشارك. فالمرأة عندما تحضر العرس تقعد تغني في أغاني الأفراح وتشارك الناس. هذا تراث منها، يعني عندك كمان هي بتعرف أنه هذا تراثنا. صح. ويمكن كمان متنوع، يعني كل بلد كل منطقة بفلسطين لها الشيء الخاص فيها في موضوع صحيح. التراث. صحيح. مو عندنا فنون، منها فن البداوة، ومنها فن الفلح، ومنها فن المديني. ولم يتمتع في فن المديني في فلسطين إلا نابلس. لأن نابلس كانت هي البلد اللي متأثر فيها دمشق، وأكثر من عاش في هذا البلد من النساء القديمات كان دمشقيات شاميات. وكانت عندما تخرج البنت الشام إلى نابلس كزوجة لأحد أهلها كانت تأتي معها في العود من الشام. فكنا عندما نبحث على العود ندور على عود شامي أصلي، تيجي على نابلس ندور عند العجايز إذا في عندها واحد عود. وأنا مكنني ربنا ما أنا أخذت عود من إنسان من هنا عمره سنة 65 جايبته معها. والغناء النصراوي يتشابه مع غناء نابلس. الوطن ملحمة التراث في تكوين شخصية الإنسان الفلسطيني. نعم. تصنع منه البطولات، تصنع منه الرجولي، تصنع منه العادات، السياسات. الهوية. السياسات طبعا. من التراث نفهم سياسة العيب مثلا، وسياسة الكرم، كيف تكرم ضيفك، كيف بدك تحارب عن وطنك، هل ما تخونش بلدك، الدباك عليها، كيف الدبكي، انه رجل مزرع الدبكي يدبك زي الحصان الشرس القوي بهيبة ورجولي يضرب الأرض في أقدمي، تشعر بأنه في يعني مستعد أنه قاتل الدنيا من أجل بلاده. الشعب الفلسطيني بنى ثقافته وأسسها على هذا التراث، على أساس أنه لم يكن لنا في يوم من الأيام دولي ولا تلفزيون ولا إذاعة ولا جريدة. فكانت في الثورات المتعاقبة في فلسطين والحروب كان الفنان الشعبي ومنهم نوح إبراهيم والعديد من هؤلاء الأبطال اللي خلدوا كانوا هم عبارة عن التلفزيون والإذاعة والجريدة الرسمية ونقل الحوادث وكل شيء، وكان الناس تتغنى، كانت دلعونا تسامر الناس بالأفراح، وزرف الطول وجفراو يا ربع ويغزيل وعليادي كانوا يأتوا إلينا من بلاد الشام يتعلموا
ماذا تغني فلسطين؟ حلو. فلسطين الحاضنة، الحاضنة لجميع ثقافات العروبة ولها ثقافاتها الخاصة. الشعب الوحيد الذي يشارك الفنان في أداء الأغنية هو الشعب الفلسطيني، وهناك البيادر وغناء السامر والدحي وأشياء كثير من هذه الشغلات هاي. فلسطين كانت أيضا تعلمها بعض شعراء الزجل اللبنانيين الغناء من فلسطين. فلسطين صح. ثقافتها يعني حق أن تراعى وأن تدار البوصلة إلى هذا التراث وأن تعيده حتى نكون مستعدين لما سيأتي إلينا في زمن تتزاحم الثقافات الأوروبية صحيح. والغربية على تدمير الموروث الفلسطيني وخلق إنسان فلسطيني لا مبالي يغني في أي كلمة. هذا الإشي بحملنا مسؤولية أكتر إنه إحنا نحافظ عليه بما إنه هو ثقافة وهوية خاصة ما بتشبه أي ثقافة تانية ومميزة جدا. لكن مع التطور الأخير في عالم الغناء والموسيقى والتأثيرات الصوتية أصبحنا نشوف أيضا التراث الفلسطيني عم بجاري هاي التطورات وعم بيدخل صحيح. التأثيرات صحيح. الموسيقية صحيح. المختلفة. فهذا الإشي صحي سليم لحتى أنت تقدر تجاري العصر وتتمسك أو تخلي أبناء الشعب يتمسكوا بثقافتهم أكثر؟ طبعا لا يزال البيضة موجود. نعم. ولكن عندنا احنا من تزاحم الثورات في فلسطين وجد عندنا أكثر من جيل لم يعانق البيادر ولم يغني مع الحادي في البيادر. صحيح. واختل الإيقاع عنده في الوزن في السحجات. يعني فلسطيني عندنا سحجة سموها ثنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة سبعوية. في البلاد في بلاد زي كفر لبد، بلاد زي جبع، بلاد زي هاي بتعرف هاي السحجات، بتعرف يعني بتعرف لو الستوية بيعرف شو بيساووا. شبابنا لم يعيشوا هذا الإيقاع. فاليوم تدخلت الموسيقى وليس عيب أن تدخل الموسيقى فيها. يعني حتى في أيام ابن قزمان وابن خلدون والأدى في الأندلس عندما في الزجل والأندلس الشعر هذا اللي دخل فيه دخل العود ودخل أشياء معينة حتى يجملوا ولا يغيروا. بمعنى المحافظة على اللحن والأسلوب والقالب الوزني واللحني والمعنى في ولا مانع انه يعني شو المشكلة اذا احنا يعني جينا للعروس لبسناها احلى وردة وزدنا عليها عقد شو بصير؟ شو المشكلة يعني اذا احنا مثلا الانسان خلق عاري ولبسوه زينوه؟ تزيين الفن بجماليات موسيقية موازية لا يضر في الماء وعلى أن لا يعمل أي خلل في المعنى الداخلي والتركيب الوزني والإيقاعي فيش أي مشكلة هنا. جميل. يمكن كمان الموروث التراثي هذا هو جسر بيربط بين الماضي والحاضر، فعشان إحنا نحافظ عليه كيف يعني شو الطرق اللي إحنا فيها منحافظ على تراثنا وهويتنا؟ أول شيء لازم إننا نعلمه في المدارس. في الوقت الحالي ضروري حتمية ووطنية زي ما تقولي احنا اليوم ندافع عن القدس أن ندافع عن التراث نفس القوة. إذا أردنا الاستمرار ضروري حتمية نعلمها للأجيال، ضروري حتمية إنشاء الفرق للدبكة الشعبية وتعليم شبابنا كيف يدبكوا، إنشاء فرق تتعلموا كيف يسحج. يجب أن نرمم هذا الخلل حتى نعود إلى تراثنا. وفي حال فشل أي سلام في العالم التراث كفيل بأن يحمي هذه القضية ويوصلها لبر الأمان، لأن التراث ثقافي والثقافة حياة والمنهاج حياة، وأي تغير في الثقافة تغير في سلوكيات الإنسان. اثنين، يعني الشعب الفلسطيني في 48 عرب الداخل إخواننا الفلسطينيين من وقع عليهم الاحتلال سنة 48 حافظوا على الموروث وحافظوا على العادات وعلى اللغة، وأصبح حتى عندهم عيب إنه واحد يحكي في غير لغة الفلسطينية. وصار عندهم الحادي عندهم إنسان كبير وعظيم وبحبوه ووقفوا معاه وبيحترموه. عندهم بيادر، لازال البيادر، لازال القهوة السادة، لازال المهباش، لازال الدواوين، لازال عمي خالي جاري حبيبي، في تكافل، في تكافل اجتماعي،
في احترام للمرأة لهذه الأم العظيمة اللي أنجبت. فالمرأة في نظر الفلسطيني إله، إله يعبد. الأم أن من المحرمات أن يمس فيها شيء، يعني مش بس المحرمات ومستعدين نقاتل. الأخت هي يعني بالنسبة لي أنا كرامي وعنفوان وحضارة وجمود وشرف، كيف بمشي بالشارع بدونها؟ بقدرش أمشي، ما بقدر أمشي بالشارع، لأن هي عزتي بها بعد الله طبعا. هذا 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 هي ثقافة فلسطينية إذا تحولت إلى ثقافة وأصبح ثقافة ممجوجة ما إلها معنى، فيها ظلم للإنسانية الفلسطينية. والمرأة، المرأة الفلسطينية غنت للثوار، رافقتهم، حصدت، زرعت، أنجبت، خلفت، عاشت الفقر على الغناء على الذل على اللجوء على ذاك، وبقيت تاج عقال الراس بقولها في اللغة عنا للرجل الفلسطيني، وعندما كان يفتخر يقول أنا أخو فلاني أو أنا ابن فلاني، يعني اسألني عن أمي. عن أمي. وفي روايات حتى في معركة الزرعين كانت هناك واحدة من دار مصر، كانت هي سجلت أسماءها مع عز الدين القسام وفرحة السلام، مرأة هي كانت في بطولة توازيهم في شجاعتها. يعني كان يغنى للمرأة بالتراث الفلسطيني؟ طبعا طبعا. يعني بما انه يعني عشان الحفاظ على قدسيتها ومكانتها كان يتم دعمها بالغناء لها. طبعا طبعا. لكن عم بتشوف هاي الثقافه شوي عم تندثر حاليا؟ لا 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 لا. نعم. هي يحاول ان يعني ان يخفوها، ان يبعدوها، هذا القصد. نعم. ان يوجدوا جمعيات معينه للان جي اوز، ان يعلموا البنت الفلسطينيه الرقص الغربي والكلاسيك والمعاصر ومش عارف شو، ونسوها رقص الحج. احنا في ناس رقص الحج ورقص خدوجي. طيب. ورقص مش عارف شو سيد موسى يمكن هلا الفلاحه. ورقصه المطلقه ورقصه مش عارف دينه، ها في اسماء انواع رقص. ما انا هيني جاي بدي اسالك هلا. باعراسكم والمناسبات السعيده لسه عم بتمارسوا الطقوس نفسها اللي كانت تمارس في السابق؟ طبعا. يعني محافظين على كل الموروث؟ طبعا طبعا. الاعراس نروح. ايش طقوسكم؟ طقوس ودجاها، بشوف البنت ودجاها، نسوان بشوفينها بشوفوها، وبعدين بروحوا رجال بطلبوها، بقطعوا المهر، بيعقدوا العقد، بحطوا شروطهم، بتروح بعديها الناس، بتروح النسوان تودي الحنة للعروس، وبحنوا عروستنا. لسه محافظين على طبعا 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 اليوم طبعا بروحوا بالليل، وثاني يوم بتروح الفاردي وبتجيبها ووقفوا امامها واخوالها وقرايبها، بنقطوها ومع السلامه، وطلعت بعز ابوها ودلالها، فاهم؟ تقول ما بطلع تيجي خالي وما بطلع تيجي عمي، وعدلها يا ابوها عدلها، وانطلبت مصاري عدلها مش عارف شو، بتطلع بين اخوتها بعز وكبرياء، تلفي على بيت ثاني في حب وكبرياء ومعزي لهذه الضيفه العزيزه اللي جاي على بيتنا مشان تبني عنا أسرة متكافلة متعاونة مترابطة محبة لبعضها تعيش. طبعا هناك في بعض الخلل بيصير بعض الأوقات خلل بين الناس، لأن الناس مش ملائكة. صح ما شاء الله. ولكن يعني أنا شخصيا متزوج من 40 سنة، أختلف أنا وزوجتي وأنبسط أنا وزوجتي وما أعرف شو، بس لكن مع بعض يجمعنا الحب الذي تحول إلى احترام. لا مودة، مودة أكثر، مودة احترام. بتخاف علي وبخاف عليها، فاهم شو؟ ما شاء الله. طبعا كأنه إحنا يعني بننتظر ساعة فيها وداع أو شغلة معينة هيك. بتقوم يعني كانت هي تربت ربت 9 أولاد، ولكن عندها اليوم اهتمامها بعد 9 أولاد بس في أنا شو بدي ألبس، كيف هاي الحطة مزبوطة مش مزبوطة. حلو ما شاء الله، الله يخليكم لبعض. طبعا صبح عليها. طبعا صبح عليها محافظ، هسا قاعد بشوفني بجوز. أكيد طبعا. فالحياة بتتحول يعني من حب اللي هو ببني يعني مشان الزواج إلى مودة واحترام وإلفة. بجوز بتلاحظي أبوك كيف بتعامل. صحيح. مع أمك اليوم إذا بشوفها زعلانة بده يفهم ليه زعلانة. طبعا. صح. وإذا مبسوطة بيقعد بحدها. هذا الإشي بيزيد كل يوم. طبعا. وبرتعش إنما يقعد بحدها. يتخرفوا مع بعض كأنه كأن بينهم شيء ما سر. حتى الاولاد مش بفهموا على بعض اسرع. طب شو بدك تسمعنا لام حافظ هلا؟ هذا اللي بدي احكي فيه، بدنا نسمعها موال لام حافظ لكل المشاهدات هلا، اللي ربات البيوت اللي يمكن عم بيحضرونا واي شخص عم بيتابع الحلقه اليوم. ايوه ايوه.
بس من زول لكن محافظ بعيط بده عشان اسمعوش من الحكي. يا شريكة عمرنا انتي الله هان الشباب وانت ما هنتي عشتي معي ممري عمري سنين طوال خان الزمان وبي ما خنتي مليتي لبيتي من أهل ورجال وصنت الأماني كلها صنتي وعشتي معاي تحقق الآلام وجودك لأرض الدار زينتي الأم ست البيت رمز الجود والخير فيها للأبد موجود والأب تاج العز فوق الراس غاب عنا ما بظن يعود والناس دون العاطفي مش ناس والبرود دون الزهر ما برود الحب مثل الروح والأنفاس وكل من نصيب بهالدني موعود لا باس نحيا بها الزمن لا باس بالبيت يلي بيجمع الأحباب بعطف الله والهنا مسنون هذا وطننا هذا وطننا بكل ثوراته حامل جروح وكل أزماته وقولوا لأهل المرجل والسيف أرواحنا للموت ما ماتوا حب الوطن مثل الندى والكيف يعشق شيخ الحب قهواته البطن بيتي وما بظن لك ضيف وحياة هذا الوطن وحياته برض الوديني والجبل والريف كل من ظلمنا عن بلدنا زال لو طولت على الأرض ساعات أو ظلك على البياد ظل صاحي خيي عالبياد ظل صاحي أي بسحجي طيبي راحك وراحي بدون العاطفي بالوطن عناي بهب الريح وبيكسر جناحي العتابة والشروقي والمعنى كفاح الشعب من قوة كفاحي بلادي يد بنا ويد جنة وجراحك يا وطن هي جراحي أحلى وطن بالدنيا وطننا وأخوي لو تتكفن وجودي بعد من اتخذ مني سلاحي
الله الله, الله الله يعني ابدعت ما شاء الله على طول في هذا نيال محافظ هاي الاغنيه لها يعني صداح عريق جدا وفخم وفخر صحيح. كله بوجودك معنا اليوم شرفنا استاذ موسى الحافظ الله يبارك الله يسعدك محافظ يعني ضغه غالي علي والاهم كانت امي في بدانا كثير انا بعد يعني امي كان قبل يومين ثلاث عيد ميلادها الرابع للذكرى لوفاتها الله يرحمها يا رب كثير انا يعني اعبد انفاس امي يعني بحبها كثير طبعا ما في اغلى من الام وكل ما تيجي على بالي انا بشعر باني يعني في متاهه معينه لا يعني لا اعتراض على حكم الله ولكن تتذكر الايام كيف الايام بتاخذ صحيح سنين وتاخذ دواليك وكيف اني كنت طفل واليوم انا كيف صرت وكيف الحياه بتتغير وكيف الام ودعت الام تودع وانه لابد من النهايات نتمنى صحيح. ان تكون جميله هاي سنه الحياه وانا بشكرك كثير على هذا الله يسعدك بقى. شرفتنا واكيد انت بتخلد ذكرى والدتك من خلال صوتك والمواويل شكرا لك تحياتنا لك يسعد صباحك يسعد صباحك